السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة مرابطون، أهلا بكم. احتج العشرات من مبادرات انبعاث الحركة لانعتاقية إيراف وكشوط تنديدا باستمرار اعتقال رئيس المبادرة ونائبه، ودعا المحتجون السلطات الموريتانية إلى احترام القانون وإطلاق سراح معتقليها، محذرين من عدم احترام المساطر القانونية والقضائية بشأنهما. تم صباح اليوم في العاصمة نواكشوط وضع الحجر الأساس لفرع سلسلة فنادق شيراتون العالمية الذي كانت أشغاله قد انطلقت منذ مدة، كما وضع الحجر الأساس لمشروع شبكة مياه الأمطار في مقاطعات الكسر، الميناء، السبخة، تفرغزينة وتيارت كمرحلة أولى. وفي مقاطعة واد الناقة وضع الحجر الأساس لمركز خاص بالتدريب على تقنيات التنمية الحيوانية، وذلك في إطار النشاطات المخلدة لذكرى عيد الاستقلال. نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقى تكويني لصالح عدد من النساء المقاولات حول إجراءات إبرام الصفقات العمومية. وقال أحمد سالم والتباخ مدير سلطة تنظيم في موريتانيا إن مشاركة المرأة الموريتانية في مجال التنافس على الصفقات العمومية لا تزال ضعيفة. أعلنت الرئاسة الموريتانية بموجب مرسوم صادر عنها الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم على فندق راديسون بلو وسط العاصمة المالية باماكو. هذا وسبق للرئيس الموريتاني أن دنا الهجوم على راديسون يوم الجمعة واصفا ما حصل بالعملية الإرهابية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة تتابعنا نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. إلى اللقاء.